مرتين نرجع معكم من جديد. صباح الفل للناس اللي خلطت علينا في التوقيت هذا. خلينا نمشيو ديريكتومون في البدايه المستوصف الزاوية تسوس نشوفوا شنو اللي صاير تسويت. أخبار الساحل في زوم 73. سي خليفة معانا من قدام المستوصف هو وبعض المواطنين اللي موجودين اليوم حابوا يوصلوا أصواتهم. كلمونا على تليفون وحابوا يوصلوا أصواتهم. شنو صاير اليوم سي خليفة في المستوصف؟ والله شو أقول لك، معنا المستوصف للتسعة العشرة غير درجين، معنا مسكر، ناس مطيشة، معنا ناس عندها تلقيح أولادها، معنا فيها تلقيح وحتى تلقيح تمشي يعملوه نهار آخر مع الشديد. شو معنى مسكر المستوصف سي خليفة؟ مسكر معنا ما نعرفش، معنا أضيع ثاني جمعة يعملوها. مش معقول، المرأة كبيرة صدقني معنا داخل وفعلها دم السكر قتل جمعتين، ما عنديش باش نشريه آني اللي هو الدواء أضيع معنا اللي هي تهبط فيه صحيح الدولة، علاش كل جمعة ماهوش موجود؟ فما نقص في الدواء معناها في المستوصف، نقص في الدواء ونقص في التسكير. ناس تجي تتلقح وليدات صغار، شنو ذنبهم؟ فاتهم التلقيح. ما فما حد لداخل؟ ما دقيتوش الباب؟ ما شفتوش؟ لا، فما واحد بعد كي عملنا الكوكشه ممكن نسمعها بالصحافه وكذا، حل الباب يقيد في اوراق ويحط فيها غادي، يقول لك الدواء ما فماش، يقول لك الطبيبه ما فماش باش تعدي. معناها شيء اسف. اني والدتي كل جمعه نشري لها اني اللور، نشري لها نجي الغادي كاين نجيب الاوراق نتاعها نمشي نشري من فورماسي. عندي تو ثلاثة شهور مقبل الكورونا، في بعد الكورونا واحنا نشري في الدواء يتكلم لي كل جمعه 45. مش هذا المهم، هذا المهم علاش مسكر وقت الوليداتك الصغيرات؟ شنو هو ذنبه؟ مفهوم. بي احنا في الطرف الاخر معنا سيد المدير الجهوي للصحه سي سامي رقيق. صباح الخير ومرحبا سي سامي. مرحبا لله، اهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك على موجة إذاعة نجمة فهم. اذا اللي كنت تسمع معنا في المداخله نتاع سيد خليفه اللي موجود تحديدا قدام المستوصف، قال حتىش للعشرة غير درجين المستوصف مسكر. شو اللي صاير اليوم معناه؟ وقتاش يحل المستوصف؟ من المفروض وقتاش يحل؟ مفروض توقيت معروف، توقيت الدوري من 7 محلول. اي اللي صاير وانه تم قرار نتاع اتحاد وانهم باش يعملوا وقتين احتجاجيه مرتين في الاسبوع، نهار ثلاثة والخميس. دونك ثلاثة والخميس مبدئيا الناس عامله وقفه احتجاجيه وتبدا الخدمه العشرة. مفهوم. هذا قرار نتاع هيئه اداريه نقابيه. وان شاء الله نتجاوزوها على قريب الحكايه هذه ان شاء الله. لكن احنا توا وكبنا الاحتجاجات والوقفات الاحتجاجيه الكل سي سامي لاعوان الصحه واطارات الاطارات اللي موجوده في المؤسسات الاستشفائيه الكل، معناها المواطن في الاخر هو اللي يضر في الموضوع هذا. المواطن هو اللي يقعد في الشمس، المواطن هو اللي يقعد للسخانه البرة، المواطن اللي هو اللي المواعيد نتاعو تتاخر واللي معناها ربما انه يلقى صعوبه باش انه يلقى موعد اخر، وخاصه كي نحكيو على المستشفيات الكبيره، على المستشفى الجامعي سهلول والا فرحات حشيد. مواطنين يجيو من بلايص اخرين، يجيو من ولايات اخرى ونجموا يعديو نهار كامل في الشارع. مع كل اسف هذا هو الواقع. موجودة الحكاية هذه، وكما قلت لك إن شاء الله معناها تصير لا يصير التفاوض بين الاتحاد والحكومة وإن شاء الله يوصلوا الحل باش ما تتوقف الحكاية هذه. سي سامي، الإضراب هذه بساعتين كل نهار ثلاثة وكل نهار خميس في كل مراكز الصحة هما يتبدلوا توهي في كل مراكز الكل هي موجودة على هذا قرار وطني. اي كيفاش يتبدلوا؟ لازمهم توا يحكيوا، خاطر هما على الاول بداوا بوقفه نهار، عملوا اضراب نهار، عملوا من بعد وصلوا قالوا نعملوا كل يوم وقفه، توا انا ثم ثلاث وخميس وان شاء الله معناها كيما قلت لك معناتها كل نهار ثلاث وخميس من 8 حتى للعشرة كل المستشفيات ومراكز الصحه الاساسيه في سوسه، خلينا نحكيوا على سوسه بالطبيعه من غير ما يمثل هذا بالطبيعه من غير ما يمثل كل ما هو استعجالي. اقسام الاستعجالية الكل تخدم. الاستعجالي الكل يخدم يكون بالطبيعه. الامور الاستعجاليه الاقسام الاستعجاليه الناس هذيك ما يتمسوش، تبقى ديما العيادات الخارجيه هي اللي تتمس بالاضرابات وبالوقفات الاحتجاجيه. ولي فاكسان تاع الصغار ماهمش داخلين في الاستعجالي؟ هو هذا ماهوش اضراب، راهو هذا وقفه احتجاجيه معناها تعطيل عمل لساعتين ويرجعوا توا حاليا توا قاعدين يخدموا. مع كل اسف ثم شويه تعطيل للمواطن ومصالحه، لكن
كما قلنا الامور الاستعجاليه ما نحكيوش عليها. السيد المواطن اللي دخل معنا سي سامي زاد حكي على نقص كبير في الدواء، قال عندي تقريبا 3 شهور ناخذ في الدواء، هذه الحاله من بين برشا حالات. احنا نعرفوا الدويات اللي تكون في نقص في بعض المستوصفات الامراض المزمنه خاصه، معناها فماش على قليله حل، فماش بشره امل نقولوها للمواطنين المده الجايه. نعرفوا اللي نقص هذا يصير على البلاد الكل مش كان على سوسه. فما نقص موجود في على حكايه بعض الادويه موجود، وقاعدين فما مجهودات كبيره على مستوى وزاره وعلى مستوى صيدليه مركزيه لتوفير الدواء هذا. تعرفوا ان المستشفيات عندها المونوبول هي في الفارماسي من حتى يتصرف، وفما بعض الادويه اللي هالمونك موجود حتى اي شيء نتاع بريفي، معناها فهمت. فما مجهودات قاعده تصير على اساس توفير الدواء هذا وسلامة تونس، معناها بعض كما قلنا بعض الأدوية اللي ناقصة قاعدة تصير في مجهودات باش تلافي النقص هذا إن شاء الله. شكرا لك سي سامي رقيق المدير الجهوي للصحة بسوسة، تحية كبيرة برشا ليك وللناس اللي تسمع فينا. سي خليفة مازال معنا في التليفون. الله يبارك، نشكر سيد المدير الجهوي على التدخل نتاعه هذايا. شكرا لك سي خليفة وبارك الله فيكم. يعيشك، شكرا لك. وانا نتمنى لننظروا للزوال وننظروا لامهاتنا الناس الكبار ولك الابهات، معناها اللي عندهم الدواء نتاع المزمن معناها يوفروا لهم فيه. وشكرا وبارك الله فيكم. شكرا لك، تحيه كبيره برشا ليك سي خليفه، وتحيه للناس اللي تسمع فينا في زاويه سوسه الكل وفي سوسه والمستير والمهديه ما بدون استثناء. دونك المشكل نتاع نقص الدواء اللي موجود في المؤسسات العموميه الصحيه، خلينا نحكي على المستوصفات اليوم، الناس اللي تتردد على البلايص هذوما نلقاو ناس عندهم امراض مزمنه، نلقاو ناس كبار في العمر، نلقاو صغيرات كما شفنا باش يعملوا لي فاكسان، معناها فما اشكال هنا في الناحيه هذيا. نزيدوا على هذاك نحكيو على وقفات احتجاجيه اللي تصير براتيك اليوم، نحكيو على نهارين في الجمعه اللي هما ثلاثة وخميس، تعطي العمل لمده ساعتين من زمان، ويظهر لي نفس الشيء صاير في بقيه الولايات. زوز نقاط باش نحكي فيهم. يلدز النقطه الاولى هي تعطيل سير العمل ساعتين من غير اعلام، على خاطر ظهر لي العبيد المواطنين ما في بالهمش اللي فما وقفه احتجاجيه بساعتين كل نهار ثلاث وخميس. دونك هاي فرصه هذية حتى تتفاوض الحكومه مع الاتحاد، راهو كل نهار ثلاث وكل نهار خميس يمشيوا العشرة متاع الصباح للمستوصف ولا للسبيتار. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو نقص الادويه. نقص الادويه راهو ماهوش مرتبط كان خاطر سيسيمي توقع مجهودات الدوله، ربما انا باش اول مره باش على الدولة، ربما الدولة ماهيش هي المتسبب في نقص الأدوية، خاطر فما لوبيات تتعامل في القطاع هذايا، واللوبيات هذايا متفرعة في الصيدليات المركزية، متفرعة في المستشفيات الكبيرة، في صيدليات المستشفيات العمومية. وانت تعرف يلدز أن الدويات تتعطى بالوجوه في بعض المؤسسات الاستشفائية، وهذايا مش كلامي أنا، هذا كلام المواطنين اللي يمشيو باش ياخذوا دويات. وانت بيدك كان تمشي اليوم وتقف في صف فارماسي من الفارماسي اللي في السبيتارات، تعرف أنه الدواء يتعطى بالوجوه، وتلقى إذا كان عندك شكون من العائله زيدا يخدم فرملي ولا فرملية في سبيتار من سبيتارات تنجم يوفر لك الدويات معناتها في وقت قياسي. هذايا مالوغوزمون اليوم نحكي عليه، نعرف باش يتغشوا مني جماعه الصحه باش يقولوا قاعده نشوه في القطاع، راهو ماهوش بمنأى قطاع الصحه على تجاوزات كما في اطارات طبيه وشبه طبيه قاعدين يخدموا ويستحقوا باش نكافئوهم، ويستحقوا باش نحكيوا على الخدمات الكبيره اللي يقوموا بها. زاد راهو القطاع فيه ناس قاعده تتمعش منه بما معناه انه ياخذ دويات من السبيتار ويبيعها لبرا باقل اسوام. وتتفكر انت المراه الفرم اللي تعاركت مع رجلها في قفصه الفرم اللي وشفنا الفيديو وشفنا الدويات والمعدات الطبيه وشبه الطبيه اللي خرجت من دارها. دونك هذا ماهوش تجني لا مني لا من الناس اللي قاعده تتشكى، هذا واقع ولازمنا نحطوا صبعنا على الدي. اليوم اذا كان نحكيوا على امراض مزمنه، راهو اللي عنده تونسيون اذا كان فوق 60 سنه ولا معناتها من الناس الكبار في العمر، راهو ما ينجمش اذا كان عنده تونسيون يقعد ما يشربش الدواء نتاعو نهارين وثلاثه وجمعه. يا اما باش يوفر حقك الدواء هذاك ويمشي يشريه من الفارماسي واللي هو ماهوش رخيص، وفي حال القاه زاده حتى في الفارماسي البريفي راهو ما فماش الدواء. وكان ما نجمش وما لقاش شكون ينجم يوفر له الدواء هذايا، راهو باش يقعد ماهوش باش يستعمل الدواء نتاعو. وتوا الدنيا سخونه، وانت تعرف امراض ضغط الدم في السخانه كيفاش معناتها هما بيدهم تولي حاله نتاعهم تتعكر شويه. دونك نداء اليوم للناس اللي تخاف ربي في مراكز الصحه الاساسيه في المستشفيات، وللعباد اللي تتصرف في الدويات، على قليله تحاول توفر لو ماكسيموم من الدواء اللي حسب الامكانيات. ما قلتش باش يمشيو يجيبوا اكثر، ولكن حسب الامكانيات الموجوده على قليله. مش لازم واحد ياخذ زوز وثلاثه بكويت واحد ما ياخذش، فرقوا قسمه عادله بين الناس الكل ان شاء الله يا ربي. احنا مازلنا
مواصلين معكم المشوار. بعد شوي باش نكونوا في المهدية باش نحكيوا على مركز تصفية الدم بالجم. شنو هي الموضوع؟ العشرة وثمانية وعشرين دقيقة توت سويت ترتيحة صغيرة مع الموسيقى. جينا سيوار في موجز أخبار العشرة ونص وراجعين معكم جديد. زوم 73.